الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلن تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 638 ألف برميل يوميا في شهري تموز وآب المقبلين. وأوضح تحالف أوبك بلس أن إنتاج العراق سيبلغ 4,580 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل، بزيادة 71 ألف برميل يوميا بموجب بيان حصص إنتاج النفط. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيها التحالف دعوات متزايدة لزيادة الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط الروسي متأثرا بالعقوبات المفروضة على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا. أعلنت محافظة القادسية توقف عشرات المشاريع عازية الأمر إلى تأخر إقرار الموازنة أو قانون الأمن الغذائي. وقال نائب المحافظ فارس والناس إن هنالك العشرات من المشاريع المهمة، بينها خدمية، ستتوقف، والمحافظة محذرا من تداعيات هذا الأمر لأهمية تلك المشاريع. وأضاف أن سبب التوقف فشل مجلس النواب في قرار الموازنة، وكذلك تنامي الصراع السياسي ورفض تشريع قانون الأمن الغذائي، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في حسم القانون الأمن الغذائي للمضي بإكمال المشاريع. أكد محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري أن منتزه الزوراء في بغداد مهدد بتحويله إلى مباني سكنية ومولات تجارية، حيث توجد معلومات أولية بهذا الصدد. وأوضح الجزائري أن جهات متنفذة مارست ضغوطا وقد حولت العديد من المساحات الخضراء في بغداد والمحافظات الأخرى إلى مجمعات سكنية ومحال تجارية ومولات، ما أدى إلى تراجع المساحات الخضراء بنسب كبيرة جدا حتى كاد أن ينعدم وجودها. كشف مقاولون ورجال أعمال من محافظة نينوى عن إحالة مشاريع ضخمة من قبل إدارة المحافظة عن طريق الدعوة المباشرة لشركات مقربة من سياسيين متنفذين في بغداد. وبحسب مسؤول المقاولين في نينوى طعم عبد القادر، فإن 10 مشاريع ضخمة تمت إحالتها بطريقة الدعوة المباشرة في نينوى ضمن المبالغ المجمدة لحساب شركات مقربة من سياسيين في نينوى وبغداد. وأشار عبد القادر إلى أن من بين المشاريع المحالة طرقا ريفية وطريق الموصل الجيارة ومجسرات وبناية المحطة ومشروع ماء غربي الموصل. اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مكتب تعاقد المحافظة بسرقة رواتب المتقاعدين وضياع مبالغ مالية. وقال مدير المكتب مهدي التميمي إن المكتب تلقى عدة إخباريات بشأن فقدان مبالغ متعلقة بالمتعاقدين بعد وفاتهم من خلال تحويل الراتب إلى أحد ذويهم. وأضاف أن البنايات المخصصة لتعاقد أو لتقاعد البصرة لا تصلح لاستقبال المتقاعدين عند المراجعة، وهي بنايات بائسة رغم قيام الدائرة بإرسال مليارات الدنانير إلى وزارة المالية دون أي تخصيص من تلك الأموال لإنشاء بنايات لاحترام المتقاعد. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز بأمان الله.